السلام عليكم. رسالة تحياتي لكل الأصدقاء، بارك عيدكم مسبقا. رسالة لواحد الفئة من الشعب المغربي، دوك الشميت، دوك الكيادر، دوك اللي كيشارجي 5 درهم في الشارج، عاطي عليه ختو وكيجي كيسب عباد الله. هاد الرسالة بغيت نوجهها لي مع كامل احترامي للرجال. اللي قال لك حنا كنعيشوا في فرنسا، وهاد السيد في الفيديو السابق قال لك راه كذاب وتيكذب علينا وما كيعطيوش فرنسا هاد الشيء، وهذا غير هادو عندهم جائحة كيعاونوا باش ما قدر الله سبحانه وتعالى. ودابا وحدة من الجمعيات اللي الله جيت منها انا باقي في الزنقة، ابار لي تيكي ريستورون اللي هما في جيبي غنوريكم اش عطاو. ها الخروق ديال الدراري الصغار، ها العصير، ها لي بوا ديال العصير، ها البيض، ها العصيرات والشوكولاته بيسكوت، ها الحليب شحال 12 لتر، ها الحليب 6 لتر اخرى، ها كفه اخرى عامره ما نعرف، بيض عصير تفاح بنان طون دانون. هذه وحده من الجمعيات اللي معيطه ليا دابا عطاتني، عارفيني خدام، ها عقد العمل ديالي عندي. كناخذ ديزالوكاسيون فاميليال ديال المعاونه، كناخذ المعاونه من البلديه، كناخذ بلديه من كرواروج، كناخذ من غيسو دي كور، كناخذ من الزبل غيسو دي. ويقول لك ما كاينش معاونه، هاد الناس راه حاسين بالدقه، عارفين جائحه. إذا طلبوا من الناس يديروا الكونفينمون الحجر الصحي، كيقولوا لي هاك باش تعيش، باش ما يديرش يتوش عليهم. ودابا هو الخطا اللي وقع فيه المغاربه كاملين. نادوا الشفاره المعاونه اللي خصص الملك للشعب، هاي انتهت في جيوب اللصوص، والشعب دابا كيبكي دموع العين، مابقاش خايف من كورونا ولا خايف من المجاعه. لهذا رساله الاخوان، الله يرحم لكم الوالدين، يا مسؤولين فوتوا غير هذه الجائحه ورجعوا للجينات ديال الشفره ديالكم، خدموها كما بغيتوا، راكم عيقتوا بالسلتوا بالشفره، عطيو لعباد الله من ياكلوا. راه الناس كتعاني عباد الله، واش تبغيتي الناس تخاف من الفيروس دابا ولا تخاف من المجاعه؟ مباركة من السبان والبعير، وتعلموا ثقافة راه 2020. ما بغيتي تنتقد، نتقد بواحد الطريقة احترافية. راه أنا مغربي للدم ومالكي للنخاع، وكنحب هذيك أكثر منك، راه ماني عايش هنا ما تنكرش ليها، ماشي بحال كتبان في قهوة تسب فيا. السلام عليكم.